جدا، دخول موفق وباسكال من بعد دقيقة ونصف من دخول ديالو يتمكن من إحراز الهدف في الدقيقة 78 من الشوط الثاني من المباراة، وتعود الاحتفالية إلى مدرجات فريق الوداد. يوسف القديوي يصنع الحدث، يتمكن من التجاوز ويمد يوسف، يمد اللاعب باسكال بكرة الهدف. عندما قلت تتوفر على كل من يسير لك حال وكذلك القديوي وأجدو، فلا ينتظر كل من يجور، وباسكال وفابريس أوندما إلا هز الشباك، وكذلك مكان قلت ننتظر الضربة القادية من هذا الجانب وذاك. وفي نهاية المطاف فريق الوداد يتمكن من إحراز الهدف. تغيير في صفوف فريق الاتحاد الزموري للخميسات.